ما زالت العناصر الأمنية تواصل عملياتها التمشيطية لتوقيف أصحاب الدراجات النارية المعدلة والغير حاملة للوحات الترقيم. هذه الدراجات التي تستعمل عادة في السرقات يتم تعديل أسطوانتها وتزويدها بجهاز للرفع من سرعتها بحيث تصبح قادرة على السير بسرعة كبيرة، مما يعرض سائقها ومستعملي الطريق لحوادث سير مميتة. وفي هذا الروبورتاج نكشف لكم الجانب المظلم في مجال تعديل الدراجات النارية وخطورتها. كما شاهدتم معنا الآن، احنا كنتواجدوا في مدارة الفيلودروم، وكتعرف توافد واحد نوع من الدراجات وبحجم كثير، لأن الأحياء الشعبية كلها كتكون في هذا المكان هذا. عناصر المرور كتقوم بعملية ديال المراقبة ديال الدراجات النارية، وكنركزوا بالأساس على الدراجات اللي كتخضع للتعديل. والتعديل كتعريف ديالو في مدونة السير هو أي تعديل يدخل في الخصائص التقنية للمركبة غير مصادق عليه يعاقب عليه القانون بجنحة. لهذا كما شاهدتم أي دراجة معدلة كتخض مباشرة للدائرة للمركبة ولا السائق ديالها، باش مباشرة تحال للمستودع البلدي، وضابط الشرطة القضائية عنده الصلاحية باش يطلب ليها الخبرة المضادة. وعلاش جنحة؟ لأن ما تشكله من خطر لا على سائقها ولا على المواطنين. لأن نعطيكم مثلا 49 سنتيمتر تركيب اللي دخلت عليه تعديلات المحرك ديالو يقدر يمشي حتى 125 سنتيمتر تركيب. إذا كتضاعف السرعة ديالو تقريبا حتى مرتين أو ثلاث، وهنا كيشكل خطورة، لأن الحوادث اللي كتوقع مثلا هذا النوع من الدراجات كيكونوا أغلب السائقين ديالها شباب في مقتبل العمر، والحوادث اللي كتوقع كتكون غالبا خطيرة، إنها مستديمة أو تؤدي إلى الموت. ولهذا نحن نحاربها يوميا بقوة وبشدة. رغم كل هذه الإجراءات المتبعة من طرف الأمن للحد من انتشار هذه الظاهرة، إلا أننا لا نزال نلاحظ تواجدها في الطرقات. وهذه الدراجات النارية غالباً ما تستعمل للسرقات أو السباقات، وهذا ما استقيناه من مصادرنا، كما أنها تعتبر جنحة مما تؤدي للمساءلة والمتابعة القضائية. فكيف يتم تعديل هذه الدراجات وأين يتم ذلك؟ 50 49 125 140 تعدل فيها خويا، كيتبدل لها في بروكان سيلان كيلاس جروب لامبرياج باطا. بالنسبه اللي بغى يشي 125 هادي الحوايج اللي قلت لكم. بالنسبه ل 140 كيتبدل فيها جروب وفي بروكان ديال 140 كتبدل فيها كيربيراشور ديال طريبورتو دوبل ستار وسيلان وكيلاس ديال 140، هادشي اللي كيخدم لها. بالنسبه اللي بغات طريق وديبار كيخدموا بيني واش 34 السنسلة 428 وبينو 15 مع 34. لا بغيتي غير ديبار كدير 36 والسنسلة 428 وبينو 14 لقدام، على حساب الجري اللي بغى يسيج، على حساب السياج، على حساب السرعة، بحال ما الشكل. شو واحد عنده عدو صاحبه كيبريباري هادشي باش يتسابق معاه. إذن وبعد الكشف عن ما هو تعديل للدراجات النارية وكيفية تعديلها، كان لابد أن نسأل عن تعديل فرامل هذه الدراجات، وهل يتم ذلك؟ لا ما كيتبدلوش، كيبقى الفران ديالها. بالنسبة اللي عنده الفران في الرجل كيبدلو، اللي عنده في اليد كيبقى غير هو بلا ما يبدل. من الاخرين ديال دابا 50 الاخرين ما يتحملهاش، كيقدر يكون غادي عليه مولا شي تهرس، كيتقسم ليه الكادر. بالنسبه ل 50 الاولى كيكون عندها كادر صحيح، داير له واحد الفورساج في الكادر ما دايرينوش في هاد الاخرين. بالنسبه لركبتها ماكينه ديال 140 كتقدر تقسم في اي لحظه، تكون غادي كتقسم
الطبقة من 20 سنة شل 27 بحال هكا. صافي الشباب جول دابا هما اللي كيعدلوش، ما الناس كبار ما كيقربش ليها كيخليها عادي. النصيحة خويا هادشي ما خدامش بالنسبة لهاد الشباب ديال دابا، ما خدامش ليهم أكثر. دابا ملي داروا بريباراج هادشي شلا دراري ماشيو من الشباب ديالنا حنايا. بعد اطلاعنا عن خبايا هذا الجانب المظلم لتعديل الدراجات النارية، كان لابد أن نسأل عن الشق القانوني وماذا يقول المشرع المغربي بهذا الخصوص، وما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد من ومن يتحمل المسؤولية. كي كنعرفوا أن الدراجة النارية كتبقى وسيلة مهمة للتنقل خاصة بالمدن الكبرى، وخاصة في مدينة بحال الدار البيضاء، بعد المسافات كذلك كثرة الوسائل ديال التواصل، وبالتالي الدراجة النارية هي وسيلة خفيفة خاصة بالنسبة للشباب ولا حتى بالنسبة لواحد مجموعة من الذكور، ودابا كنشوفوا حتى الإقبال ديال الإناث. الدراجة النارية إذن خصصت لهذا الغرض، لأنها كوسيلة ديال التنقل السريع لقضاء المصالح. ولكن للأسف الكبير خاصة مع تعدد الملفات ديال السرقات، وخاصة الإدمان ديال واحد النسبة كبيرة للأسف ديال الشباب، خاصة المراهقين اللي من بعد ما كيلقاو نفوسهم أنهم معطلين عن العمل، ما عندهم شواهد مدرسية، أو مثلا فترة الهدر المدرسي الضغط اللي كيكون مثلا والتأثير ديال الشبان آخرين كيقدروا يلجؤوا لهذا الممارسات ديال السرقه. وحنا كنعرفوا بان الدراجه الناريه كتلعب واحد الدور كبير في هذه السرقات، بالنظر للسارق وللرديف ديالو او للرديف والمشارك ديالو، بحيث ان واحد كيسوق وواحد تيكون من اللور هو اللي تينزل كيقوم بالعمليه ديال السرقه في حق الضحيه. ولكن الدراجه الناريه العاديه ما تتقومش بهذا العمل، لان السرعه ديال تحريك الدراجه ولا السرعه ديال ايقاف الدراجه والنزول ديال الرديف والخطف ديال الهاتف، غالبا تيكون هاتف او لا حقيبه يدويه ديال النساء باعتبار انهن الطرف الكبير اللي تيتعرض للسرقه. اذا هذه العمليه كيخصها دراجه ناريه خاصه من نوع خاص. وحنا هذه المساله حنا راه كنعرفوها تقريبا هذه واحد ما يزيد على 15 سنه. في البدايات مثلا كنت عرفت بان راه الدراجه الناريه باش تقوم بهذه العمليه كيديوها عند واحد التقني ديال الدراجات اللي تيقوم بالتعديل فيها. احنا بطبيعة الحال ماشي ضد التعديل اللي تيكون بهدف التزيين، او لما مثلا واحد الشاب عجبو الموتور ديالو، لان ما نساوش راه كاينين الناس اللي هوات ديال الدراجات الناريه، كاينه جمعيات على الصعيد الدولي، كاينه مسابقات ديال الدراجات الناريه، ولكن حنا ما تندويوش على التعديل الايجابي ولا ديال التزييني، وانما كيف كان في هذا الاطار ديال التعديل ديال الدراجات من اجل السرقه اللي تيتم كيلعبوا فيها على المستوى التقني. انا كحقوقيه ما نعرفش، انا ماشي ميكانيسيان، ولكن تيلعبوا على ما فهمت انه تيلعبوا في الموتور في القوه ديال 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 ان هذاك الموتور ينوض، والقوه ديال انه يوقف ويتحرك في واحد السرعه فائقه. علاش؟ من اجل الهروب، من اجل الفرار. وللاسف عاوتاني نقول انه احيانا هذاك التعديل ما تيكونش ايجابي، وانه مثلا كنكونوا في سرقه وكنوليو في حوادث سير، وحوادث سير مميته للرديف ولهذاك السيد اللي باغي يشفر معاه، لان مثلا كيجي يتحرك ما كينتبهش كتكون شي سياره ولا شاحنه، وبالفعل كانوا حوادث مميته. او لا مثلا ملي كيجي يتحرك كيولي هو كيضرب شي حد اخر اللي بالصدفه السيئه كيقدر يكون في هذيك الفتره. القانون هو واضح في هذا الاطار، لان كاينه متابعات صارمه والحمد لله، نقول الحمد لله لانه متابعات زجريه، لانه الا ما كانش الزجر ما غاديش يكون عندنا الشباب، ما غاديش يتردعوا، ما غاديش يتوقفوا من هذه الممارسات. كاينه ممارسات زجريه، كاينه متابعات قانونيه، ماشي غير غرامات بل ايضا حتى عقوبات، نقدروا نقولوا موقوفه التنفيذ احيانا، لان تيكون الفرار وتيكون كتقدر تكون نافذه. احيانا الا كانت مرتبطه بحادثه سير، وحادثه سير مميته راه كتكون عقوبات وجنايات. وهذا داكشي علاش انا تندعو الشباب انه ما
مادام كشاب عنده فرصة ديال تم دروس، عنده فرصة ديال التكوين المهني، ونحن مقبلين على واحد نموذج تنموي جديد اللي جايب واحد المسار جيد لبلادنا. أنا تندعو الشباب أنهم ربما يحب دراجة النارية في إطار الهوات في إطار الرياضي، ولكن يتوقفوا على هذه الممارسات ديال التعديل اللي عندها سلبيات وعندها متابعات قضائية زجرية تتكون أثر ديالها وخيمة ماشي غير عليه، على أهله، على عائلته، على وليداته، على مرته، وبطبيعة الحال على مستقبله، على سجله العدلي اللي حنا كنكونوا حريصين أنه كشباب تكون السجلات العدلية ديال ولادنا نقية ونقية ونقية. هذه الظاهرة أصبحت تجول في الشوارع المغربية، وغالباً ما يكون أبطالها مراهقون، وباتت تشكل خطراً على مستعملي الطريق وسائقين هذه الدراجات النارية المعدلة أيضاً. غالبية الشباب الذين يبحثون عن تعديل محركات دراجاتهم يكون من باب الترف والطيش، أو من الذين يهيمنون للقيام بأعمال غير شرعية كالسباقات بين الأحياء والأزقة، مسببين الضجيج للساكنة، وأحياناً السرقة والنشل في الشوارع والأحياء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.